الحكومة الشرعية تتخذ قراراً مفاجئاً يحقق رغبة الحوثيين. لنشاهد التفاصيل. أقدمت الحكومة اليمنية المعترف بها ممثلة بالبنك المركزي اليمني بعدن على اتخاذ قرار مفاجئ حقق رغبة جماعة الحوثي وفقاً لمراقبين. وقالوا أن قيام البنك المركزي اليمني بعدن بضخ كميات كبيرة من العملات الوطنية القديمة وسحب الطبعة الجديدة يعد تلبية لرغبة الحوثيين بعد عامين من منعهم لتداولها. ولفتوا إلى أن التأكيدات تشير إلى أن كل الفئات النقدية من عام 2004 وما فوق موجودة على شكل احتياطي نقدي يفي بمعالجة الانقسام والتشوه السعري، وتوقعوا بأن إلغاء التمييز بين العملة الوطنية سيسهم في صرف رواتب موظفي الدولة في حال توفرت الإرادة لدى الحكومة المعترف بها. يأتي ذلك بعد دعوات لإنهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن وإلغاء فارق عمولة التحويل التي وصلت إلى أكثر من 60% من مبلغ الحوالة، ما أثقل كواهل الآلاف من العمال.